اتعرفتوا على بعض ازاي؟ في الاهرام؟ اه الاهرام، لان انتوا الاثنين كنتوا بتشتغلوا في الاهرام. اه يعني جزء من الفتاه بتاعتي. ايوه. انا اول ما شفتها انا ما كنتش اعرفها خالص، قلت انا هتجوزها. ليه؟ فتك. ايوه، اشمعنى يعني؟ فتاكة. يعني هي كانت جميلة، ما انا بقول لك جميلة ورقيقة. والفتاكة ايه يعني؟ انا مش عارف، انك تاخد الست والله ما عارف بنت الجامعة الأمريكية. والله ما عارف انا جبت الفتاكة دي منين، يعني على اي اساس يعني؟ لا بس عمل عليا دور تقل برضه، حركات في الاول. لا ما كانش الموضوع سهل يعني. ازاي بقى؟ احكي لنا. يشوفني بعد ما كنا اتعرفنا وبنتكلم وكل حاجة، ساعات يشوفني يعمل نفسه مش واخد باله، يدور وشه الناحيه التانية، قال يعني ما شافنيش عشان ما احسش ان هو مهتم بيا يعني. في الاول قعد يعمل شويه حركات من دي. وبعدين انا طبعا لما عمل كده رحت مديها انا كمان بقى تقل بقى. ومين قال لمين يعني؟ مين بقى اعترف لمين الاول بقى؟ ومين بحبك الاول؟ انا اللي باخد الخطوه الاولى طبعا. هو اكيد كنت يعني، بس اكيد كان حاسس ان في قبول يعني، والا مش كتبت عن ده بقى في خيالات الزوج دي؟ هو ناس، في ناس فاهمه ان خيال زوج ده يعني خيال مآتة. هي يا جماعه مش خيال، ده خيال يعني كتابه يعني، لكن في ناس واخداها انه خيال مآتة يعني الزوج يبقى خيال لا طبعا مش صحيح. بس في قصص طبعا من وحي المعايشه اللي احنا عشناها، قصص زي ما قلت لك من قرايبنا. مثلا اول قصه او اول حدوته يعني، هي كان نفسها في بنت جدا. وانا بصراحه بطبيعه الراجل الشرقي وتكوينه والميراث ومش عارف ايه مش عايز البنات. لا مش عايز يعني. لا لا انا يعني كنت بقول يا رب اللي اولا يبقى ولد والتاني يبقى بنت. فجم ولدين. وبعدين هي مصممه على بنت، فهنا بقى خيالي لان احنا ما قلنا مش هنخلف تاني خلاص. فانا زودت بقى في القصه انها صممت على بنت، ف جه ولد ثالث. والظريف انها وهي رايحه تكشف عند الدكتور بالسونار ده في القصه، اولا غيرت الدكتور الاولاني اللي طلع ولدين عشان تغير العتبه، عشان تغير العتبه. بعدين وهي تكشف الدكتور قال لها بحسن نيه مبروك يا مدام ولد. فقالت له لا 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 لا، غير السونار بتاعك ده، مفيش سونار جديد يعني بالطريقه دي. بعدين بقى عنوان القصه بقى في الاخر، كنت عارفه احسان عبد القدوس كان عنده قصة أنف وثلاث عيون. فإحنا خليناها عين وأربعة أنوف، اللي هم أربع شنبات يعني، ثلاث صبيان وأنا وهي طبعا العين. أنا عكست الموضوع يعني. بس دي الحقيقة، أنت عين وهم ثلاثة في البيت. كان نفسك في بنت؟ جدا. ما كنتش متخيلة إن أنا هجيب ولد أتعامل معاه إزاي. يعني أنا ليا أخت بنت بس، فطول عمرنا ما فيش الولد في العيلة يعني، إن إحنا أخ وهتعامل معاه إزاي؟ ده سيطر وربي وأوجه يعني. الولاد كانت حاجة صعبة.